يبو شمس بلادنا تنطفى يمو، وجي بدالها ظلام اسفل زي ظلام دبشو. يبونا نولو متطرفين زيها، نقتلوا وندبحوا في الناس، يبو يفجروا الابرياء زي ما فجروا كلية الشرطة اللي كان يقرا فيها مراد الله يرحمه. لكن هذا مش حيصير الا لرقابينا. يعني لازم نفقدك زي ما فقدت مراد. ليش تقولي هيك يا امي؟ مرات ربي كاتب لي نمشي ونرجع بالسلامة. هذه حرب يا وليدي، والحرب مخبكة بريحة الموت. يعني شو الحل يا امي؟ نقعد نتفرج على وباشا دايم هم يدمروا في بلادي ويقتلوا في اهلي وناسي، وانا نتفرج. انا يا وليدي ما قلت لكش ما تمشيش، هاتي ارضك وعرضك، ونبدا ننافق في روحي لو نصفق لاولاد الناس التانيين، وانا نمنعك. لكن شنو يا امي؟ نبيك ترد بالك من روحك زين، وتفكر كل ما تخش للجمع تفكر ان امك تحبك وقاعده تستنى فيك. روح لها سالم وغانم.